وين البداية باش تكون بالمرصد الوطني لسلامة المرور. نحكيو على الإحصائيات الوطنية لحوادث الشغل 2024، ومعنا العميد هيثم الشعباني رئيس فرع الوسط الغربي لسلامة المرور. أهلا وسهلا ومرحبا بك سيد العميد. صباح الخير، تحية ليك وكيف مستمعي ذات إكسبريس أف إم. مشكور جدا على التدخل معنا. إذا خلينا ناخذ معاك أهم الإحصائيات، أهم وآخر الإحصائيات المتعلقة بحوادث الشغل سنة 2024 مقارنة بسنة 2023. صحيح، احنا نحكي على مع تجهيز تصحيح، هي إحصائيات حوادث المرور وليست حوادث الشغل. بالنسبة لي إحصائيات حوادث المرور من تاريخ 1 جانفي 2024 إلى تاريخ 6 أكتوبر 2024، وطنيا تم تسجيل 4038 حادث مرور، 864 قتيل، 5637 جريح. مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023 عن انخفاض بتقريبا 13% على مستوى الحوادث، انخفاض بتقريبا 6% على مستوى القتلى و 12% على مستوى الجرحى. هذا يعطينا خطورة الحوادث اللي هي عدد القتلى على كل 100 حادث مرور بدني. في وطنيا عندنا نسبة 21%، معناتها في تونس على كل 100 حادث يموتوا 21 مستعمل طريق. هذه خلينا في سنة 2024 أيضا في الإحصائيات اللي وطنيا يتم تسجيل يوميا 14 حادث، 3 قتلى و20 جريح. هذه الأرقام الوطنية بصفة عامة في تونس، أرقام محاينة إلى تاريخ 6 أكتوبر 2024. من حيث الولايات نشوف اللي ولاية تونس الكبرى هي أكثر ولاية تسجيلا للحوادث، تليها ولاية المهدية، نابل، صفاقس. ولكن أكثر ولاية تسجيلا للقتلى نجد أيضا ولاية تونس اللي هي في المرتبة الأولى في تسجيل قتلى حوادث المرور، تليها أيضا ولاية صفاقس، ثم ولاية القصرين وولاية القيروان. بالنسبة لخطورة الحوادث، أكثر ولاية وطنيا خطورة الحوادث مرتفعة اللي هي عدد القتلى على كل 100 حادث مرور، كما قلت المعدل الوطني هو 21%، لكن ولاية القيروان هي تتصدر المرتبة الأولى وطنيا بنسبة 55%، معناتها في ولاية القيروان 55 قتيلة على كل 100 حادث مرور، تليها ولاية صفاقس ب 35% خطورة الحوادث، ثم ولاية الكهف ب 33%، ولاية مدنين أيضا ب 33%، ثم ولاية القصرين ب 30%. هذه هي أهم الأرقام اللي نقرأها وطنيا وأيضا حسب الولايات. اليوم سيد إلى أهم تفضل تفضل سيد العميد. اليوم ربما بعد هالارقام هذه اللي ما نجم نقولوا كان مفزعه، خاطر قتيل واحد ينجم معناتها هو روح بشريه وما نجمو كان نتحسروا عليه، وماذا بينا نهار نشوفوا معناتها حوادث يا اما دون حوادث او حوادث باخف الاضرار على اقصى او اقصى معناتها تقدير. لكن اليوم ربما مجموعه من النصائح اليوم او اسباب، نرجع معك حتى على اسباب الحوادث هذه. صحيح أمير، هو كنشوفوا اللي باش نحاولوا نعملوا النصائح ولا حتى العمل الزجري اللي تقوم به اللجان الجهويه في كل ولايه. عندنا لجنه جهويه للسلامه المروريه تراسها السيد الوالي، فالحرس المرور وشرطه المرور والبلديات والتجهيز وكافه هياكل الدوله والمتداخله، كذلك ايضا حتى على معناتها نشوفوا فيها المرض الوطني لسلامه المرور يقوم بالتنسيق مع اللجان الجهويه عبر فروعه الإقليمية. لازم نعرفوا أهم الأسباب وأهم أماكن وأهم الوسائل اللي تتسبب في الحوادث القتلى هذه. كما ذكرت سيادتك، أهم سبب لتسجيل قتلى وطنيا في تونس هو السرعة، السرعة اللي تتسبب في 273 قتيل، معناتها تقريبا السرعة ثلث قتلى حوادث المرور في تونس في 2024 سببها السرعة. ثم نجد اللي المرتبة الثانية نجد السهو وعدم الانتباه وقلة التركيز أو استعمال الهاتف الجوال في السياقة، كل ما يشتت التركيز السائق أيضا يساهم ب 247 قتيل. احنا كنشوفوا من ناحية الوسائل أميرة، نشوفوا اللي أكثر وسيلة مشاركة في الحوادث هي السيارة الخفيفة ثم الدراجة النارية. ولكن الملاحظة الهامة في الإحصائيات اللي أكثر مستعمل وسيلة يموت في حوادث المرور في تونس هو مستعمل الدراجة النارية. تقريبا 38% من قتلى حوادث المرور في تونس هما مستعملي الدراجة النارية، وهذا الأرقام معناتها الأرقام اللي نشوفوها في الواقع نتاعنا في تونس، اللي كما تعرف الدراجة النارية وسيلة الحماية الوحيدة نتاعها هي الخوذة. الخوذة. ونحن نادرا في تونس نادرا في تونس ما نشوفوا مستعمل الدراجة النارية يرتدي الخوذة، كما تعرف راهو سيد العميد من حوادث كان ذكروا بعقوبة عدم ارتداء الخوذة. هي الخطية المالية نتاعها 40 دينار، بين خطية معناتها
بسيطة، ولكن إذا كان دراجة تجري أكثر من 50 كيلومتر في الساعة ولا يرتدي الخوذة ويقع الحادث، إذا كان سقط على رأسه ف 90% هي حالة وفاة، وال 10% اللي بقت إذا كان ما ماتش تكون الإصابة نتاعو إصابة خطيرة تؤدي إلى شلل ولا تؤدي ولا لازم احنا نحاولوا نذكروا مع به مالناش نسمعوا في سيد العميد. رجع معنا رجع معنا سيد العميد. سادة مستعملي الدراجات النارية، وسيلة الحماية الوحيدة للدراجة النارية هي الخوذة ثم الخوذة ثم الخوذة، مش كيما في السيارة الخفيفة ثم حزام الأمان ثم ليزرباك معناتها ثم عديد وسائل. الدراجة النارية في تونس كنشوف أنا رقم 313 قتيل إلى حدود 6 أكتوبر 2024 رقم كبير، معناتها سواء كسائق دراجة ولا حتى المرافق نتاعو. كذلك أيضا أمير المرض بثاني في قتل المستعملي الطريق هم المترجلين 211. المترجلين كما تعرف هي الفئة الضعيفة والفئة الهشة في الفضاء المروري. الدولة معناتها بورتون ثم حملات الرادار يقوموا بها حرس المرور وشرطة المرور. كما قلت أهم سبب هو السرعة، العلاج نتاع السرعة هو مخفض السرعة أو حملات الرادار. نحكوا على العمل الزجل العمل الردعي. معناتها نشوفوا احنا في تونس ثم ثقافة مرورية اللي معناتها نادرا ما نعطيه احنا الأولوية للمترجل، اللي نحن كنشوف المترجل هو اللي عنده أولوية التامة في الطريق، خاطر هو الفئة الهشة. ومع ذلك أيضا كما نشوفوا حتى في سنة 2023 ثم أمر يحدد السرعة، يعني احنا نعرف السرعة، نذكروا السادة مستعملي الطريق في اللي زوت روتي السرعة القصوى 110 كيلومتر في الساعة، في الطرقات الوطنية والجهوية 90 كيلومتر في الساعة، داخل مناطق العمران 50 كيلومتر في الساعة، ولكن في محيط المؤسسات التربوية والمنشآت الرياضية راهي السرعة القصوى 30 كيلومتر في الساعة. 30 كيلومتر في الساعة فقط، الناس اللي تسمع فيها. ولا والبلديات راهي مطالبة في حسب الأمر عددها 454 سنة 2023، البلديات مطالبة باش تحط علامات تحديد السرعة هذه في محيط المؤسسات التربوية والمنشآت الرياضية، خاصة التي تفتح على طرقات رئيسية ولا طرقات فيها كثافة مرورية عالية. هيكل الدولة مطالبة باش تحط العلامات هذه. على ضوء العلامات هذه حرس المرور وشرطة المرور يقوموا بحملات زجرية في محيط المؤسسات التربوية. خاطر كما قلت أنت حكيت لي عن النصائح ولا حتى على العمل اللي يقوموا به هيكل الدولة، الرادار ثم الرادار ثم الرادار هو أهم حل زجري لي باش نقصوا من حوادث السرعة، لأنه السرعة أهم أول سبب في تسجيل قتلى كما قلت، لازم حملات الرادار، كذلك مخفضات السرعة. راهو ثم مخفضات يعملوها المواطنين في الأنهج وفي الشوارع يعملها مخفضات عشوائية اللي هي ممنوعة. أيضا تم دعوة اللجان الجهوية باش تخرج لجان تعاين أماكن مخفضات السرعة، المخفضات التي تستجيب للمواصفات الفنية نحافظ عليها، المخفضات التي لا تستجيب للمواصفات والشروط الفنية يجب إزالتها، لأن مخفض سرعة يصبح يمثل تهديد. دونك أنا نذكر أهم مستعملي الطريق ضرورة ارتداء الخوذة بربي خاصة لمستعملي الدراجات النارية. روكي نطلعوا على المحاضر لازم نشوفوا اللي حادث قاتل في دراجة نارية يوجد عدم ارتداء الخوذة. كذلك مستعملي السيارة ضرورة احترام السرعات، السرعة اللي تحددها العلامات تحديد السرعة في الطرقات، وضرورة ارتداء حزام الأمان. حزام الأمان كما قلت أميرة ماهوش مربوط بدورية حرس وشرطة المرور، نشوف الدورية نحط حزام الأمان نفوت الدورية نحي حزام الأمان، لا أنت باش تحافظ على سلامتك بدرجة أولى. صحيح حياتك انت وحياه صغيرات ماكش مش مربوطه بالدوريه المروريه، هذه تكون في ثقافتك انت. ركبت في السياره داخل او خارج مناطق العمران تحط حزام الامان، هذيك وسيله تنقص بنسبه كبيره جدا احتمال باش توقع لك اضرار، وتحافظ ماذا بينا نحن الناس الكل يروحوا لصغيراتهم سلامات ولاباس ويروحوا العائلات لاباس، والناس الكل ردوا بالنا على بعضنا، وان شاء الله ربي يحفظ تونس وان شاء الله طريق السلامه للجميع. مشكور جدا سيد العميد هيثم الشعباني رئيس فرع الوسط الغربي لسلامه المرور، اللي في كل مره باش يكون معنا عنده مصافحه من اجل الثقافه المروريه باش هكاك نضمنوا سلامتنا سلامه صغيراتنا ونمشي ونروحوا سلامات طريق سلامه للناس اللي تسمع فينا الكل. هذا الشارع التونسي مازلنا مواصلين معكم مازلنا موانسينكم حتى لل11:30.